ما هي ظاهرة؟ هديك الآن القائمة. هنبدأ في الهدف الأول اللي هو المحافظة. نضع الأهداف الرئيسية فوق. المحافظة. أيوة. المحافظة على انخفاض حدوث التفشيات في المنشآت الصحية في المنطقة خلال عام 2022. ده أول هدف. أنا شايفه غير محدد. شايف هذا الهدف غير محدد. ليه؟ نقطة بسيطة غير محدد ليه؟ ويلا وروني الهدف ده غير محدد ليه؟ لأنه غير قابل للقياس. لا شوفي غير قابل دي مواصفة ثانية. أنا بأخذ خمسة مواصفات اتعلموا أخذوا مواصفة ومواصفة. الأولى اسمار. الأولى اس اس بس محدد. الهدف ده غير محدد ليه؟ في المنشآت الصحية بشكل عام ما حد ما واضحة صح؟ يا سلام عليك منو ده يا أخي؟ محمد شاهين. يا سلام يا محمد ما واضح المنشآت الصحية لأنه يا جماعة عندنا المنشآت الصحية هل هو قاصد مستشفيات؟ هل هو قاصد مراكز صحية؟ ولا هل هو قاصد مراكز قلب مراكز كلى؟ المنشآت الصحية دي كلمة عامة فلازم يحدد لي مثلا يقول في مستشفيات المنطقة ومش في مستشفيات بس حدد لي عدد المستشفيات كم في مستشفيات المنطقة العشر صح؟ طيب لو كتب كده هل بنعتبر انه خلاص حدد الهدف ولا لسه عندنا مشكلة؟ لسه باقي الباقي اللي هي شنو؟ انه يكون measurable وشيء لا 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 نحن بس محدد دي كلها specific نحن بمحدد هاي specific في المنطقة التفشيات دي specific ولا عامة؟ هذه عامة دكتور عشان تفشيات انواع التفشيات أنواع هو داري يخفض كلها ولا في تفشيات محددة جميل جدا إذن ده الهدف بقى غير محدد ده أنا ساعدتكم فيها يلا باقي أربع مواصفات تمسك لي المواصفة وتوريني إحنا بنسمع المدينة بما أنه هم بدأوا الإجابة وعلى سبيسيفيك نكلم معاكم المدينة تفضل طيب ما هو ميجرابل ما هو ميجرابل ليه المهم يعني كيف حيقيس وما هو محدد كم النسبة ولا كم بينزل يا سلام عليك هذا كلام صحيح إذن يا جماعة الهدف لازم يكون فيه نسبة ولا رقم زيادة من 5 إلى 10 تخفيض من 70 إلى 30 لازم يكون فيه شنو حاجة يقيسوها لأننا من نجي آخر السنة ما حنعرفها انخفضت ولا ما انخفضت لأن هي كم أصلا كانت كويس مهم جدا المجرب اللي يمكن القياس عليه ممتاز بس نقطة المجرب هنا في نقطة مهمة هو من فين حيجيب من فين حيبني الأرقام من حق العام الماضي ادخل اكتب اسمك أرقام العام الماضي هم محدد السابق أيوة فلازم يكون عنده بيز لاين يعني أيوة بيز لاين كيف حيجيب إذا عنده بيز لاين يعمل عليه وإذا ما عنده بيز لاين إذا ما عنده بيز لاين يبقى هدف مش الانخفاض لأنه ما عارف نفسه عالي ولا منعلي هو تحديد نسبة الإصابة بالوفيات أو بالتفشيات أولا ثم بعدها أو ممكن استخدم بنشمارك استخدم بنشمارك عالمي ممكن استخدم بنشمارك عالمي لكن في محله ده إنه لازم يحدد نسبة الإصابة لأنه قد يكون البنشمارك ما أنت ما ما ما, ما ينفعك يعني أصل البنشمارك بتاع هارفارد بينفعنا الدولة متقدمة وعندهم وسائل فممكن ما يجي معك فأنت أحسن تقول هدفي الأول قبل انخفاض حدوث التفشيات هو تحديد نسبة الإصابة أو نسبة التفشيات عندي بعد ذلك إذا أقول أخفضها بنسبة 10% ولا كده أنت علي؟ يعني هدفين الهدف الأول حديده بعد ذلك أجي أخفضها طيب يا جماعة ما تطلعوني برا الموضوع إنه والله لا يمكن قياسه أها تاني طيب بعدين أشوف أقول مثلا مو يقول لي أبغى أنقص من كده 30% مرة واحدة لا ولا ما أشوف أقول هو يمكن تحقيقه ولا ما يمكن تحقيقه إذا كتب لي قال لك دار أنقص من 45 إلى 40 أيوة كده ممكن على حسب أصلاً إذا 5% دي ممكن إنها تنزل يعني طيب لو قال لك دار منع حدوث التفشيات صفر لا هذه ما هي أشوف أقول لا ما أشوف أقول ممتاز جداً واقعية لكن ما واقعية أي ما تقدر تمنع تقلل بس ما أيوة بعدين برضو ما رياليستيك صح
ما واقعية. أيوة. يعني لا يمكن تحقيقها هو ذات غير واقعية، صح؟ صحيح. طيب أها ثاني ناقص شنو الهدف ده؟ تايم المواصفة الأخيرة. تايم خلاص. ها؟ إيه تمام كده بس. تمام. طيب المحافظة على الانخفاض، هو مش مفروض يقول خفض طوالي أو تخفيض طوالي، مش أحسن من المحافظة على؟ أيوة طبعا. أيوة، لأنه المحافظة بالمناسبة يا جماعة في أي أهداف ما تتخذ كلمات عامة وكلمات يعني ما واضحة، تكون واضحة لك أنت لكن ما تكون واضحة للزول الثاني. طيب دارين مشاركة، نحن عدلنا الهدف ده والله بسرعة، دارين زول لي يورينا عدلنا كيف، يقول له ليه يقول له اسمي يعني هاي. محمد معدلنا يعني من رأيك يا محمد كيف نكتب هدف مخيف في هذا الحدث، كيف عدل؟ عطنا إياه معدل. طيب خفضة، إحنا إيش حددنا الفشيات؟ إيش حددنا النوع؟ كيف تكون؟ أنت حدد كلام حدد من عندك، أي تحديد بنقبله هاي، حدد من راسك. ممكن يقول خفض حدود أيوة. خفض نسبة خليني شوية كده أعطيني وقت وأنا لا ما في وقت على الطائر وقت ما عندنا خفض نسبة التفشي. طيب يا دكتور نقول انخفاض حدود نجيب أي كلام. أيوه هات يلا يا أحمد. نقول انخفاض حدوث التفشيات في الكلابسي في العناية المركزة في 6 مستشفيات في المنطقة خلال عام 22 بنسبة يعني مثلا إذا كانت النسبة 5% نقول نبغى نوصلها إلى 3%. تمام يا أحمد ممتاز. إذن يا جماعة المواصفات الخمسة للأهداف مهمة جدا، إنه لازم يكون محدد. هنا حددنا التفشيات قلنا كلابسي زي ما قال أحمد، حددنا المنشا الصحية، حددنا المستشفيات، وكمان حددنا العنايات المركزة، وحددنا نوع المستشفيات شنو. إذن القصة محددة جدا. قمنا بعد ذلك عملنا له قياس، قلنا والله دارين ننقص بنسبة من كده إلى كده 10%. قمنا بعد ما عملنا القياس هذا الكلام نقدر نعمله في العنايات المركزه بالحزم المعروفه بتاعت الوقايه، وهذا الكلام واضح يعني الناس بتشتغل على تخفيض الكلابسي، وهذا الكلام عنده زمن انه في 2022 كده يبقى ده هدف مكتمل الاوصاف، ونزح منه الكلمات المفهمه اللي هي المحافظه كويس لانها بتعمل تشويش. حلوين والله. اللي بعده الهدف اللي بعده اللي يقول تقليل معدل التفشيات الوبائية في المنشآت الصحية بنسبة 10% خلال عام 2022. يلا نخضع للمواصفات، واحد جميل يجي يخضع لنا ويورينا. ممكن نبدأ مع نجران الهدف هذا. محمد يا سفيرنا محمد ها وينك؟ محمد يمكن كان عنده مشكلة بالصوت، ممكن أتدخل بدله؟ تفضل دكتور خالد. طبعا تقليل معدل بداية السلام عليكم. الهدف تقليل معدل التفشيات الوبائية في المنشآت الصحية بنسبة 10%. طبعا هو حدد كم حينزل بنسبة 10%، بس أنا بالنسبة إلي مو مبين كم عنده المعدل حالياً لحتى أعرف كم حينخفض إجمالاً يعني. فأنا بحاجة أنه يحدد لي كم حالياً مستوى التفشيات عنده أو نسبة التفشيات عنده. تمام؟ أهلاً خالد الحاج. خالد الحاج كيفك تمام؟ حياك الله دكتور، كيف حالك؟ الله يخليك. إذن معلوم الهدف ده مشكلته شنو؟ كلامك صح إنه والله 10% ما واضحة، لكن المشكلة دي شنو؟ هل سبيسيفيك؟ هل مشكلة ميجرابول ولا أكيفابول؟ يعني واحدة من المواصفات المشكلة. تماماً. أيضاً هو حدد نفس المؤشر اللي قبله المنشآت الصحية عامة، ما حدد مستشفيات. أنا خالد الحاج أرجع عليك، أنت قلت ما حدد من كم إلى كم. هل المشكلة دي في الهدف هل هي
ترجع أو تعود إلى أنه غير محدد ولا غير لا يمكن قياسه، يعطي مواصفة الأخلى بها هنا في الهدف. هل هو بهذا الرقم 10% بالنسبة لي ممكن لا يمكن قياسها طالما مو معروف عندي البيس دائمي أخلى بمواصفة المجرب؟ تماما. ممتاز يا خالد. طيب ثاني ثاني مثل ما حكينا قبله أنه المنشآت الصحية أيضا ما حدد ما حدد بأي منشأة، وما حدد أيضا نفس اللي قبله ما حدد نوع التفشيات، هل هي كلابسية أخلى يعطوا مواصفة نبني عليها يعطوا واحدة إلى هدف مواصفة بتاعت شنو؟ طبعا ما زلنا بالسبيسيفيك يعني ما نو سبيسيفيك غير محدد يعني الآن أنت طلعت خللين، الخلل الأول إنه النسبة بتاعته ما مجربه لا يمكن قياسه، وطلعت الخطأ الثاني إنه والله غير محدد الهدف. طيب طيب في ثلاثة مواقفات أخرى ورينا حاصل فيها شنو، هل هدف زي ده يمكن تحقيقه؟ طبعا 10% خلال سنة حسب البيس لاين يعني. طيب لو البيس لاين 90 ها او 11 الفرق شنو يعني؟ يعني اذا كان الرقم كبير ممكن انه يحتاج وقت اكثر لينزل نسبة 10% او حسب امكان معك تمام. الهدف ده كلامك صحيح، ما ده مو غير لا يمكن قياسه فلا يمكن تحقيقه، القاعدة دي قاعدة ثابتة، إذا حد تقدر تقيسها أقدر تحققها، إذا قلت 10% مبهمة 10% دي قد تعادل ألف وقد تعادل واحد. كويس؟ وقد تختلف على حسب نوع التفشي نفسه. هل هو ده تفشي صعب؟ تفشي بينزل 10% كل سنة حسب الدراسات. فلا يمكن تحقيقه، أخلى بالمواصفة رقم 3 أتيمبل. لا يمكن تحقيقه ليه؟ لأنه هو ما مجرب. تمام. ثاني؟ كان عنده مشكله الهدف ده رياليستيك از ات تايم لاين حقها المحدد ايوه دكتور ايوه هل هو رياليستيك هل هو التايم حق المواصفات المتبقيه هل هو محققها او لا ما حققها والتايم لاين حقها مثل ما حكينا هو أن يشمل تفشيات وبائية متعددة بعنوان واحد وبهدف واحد برقم واحد، يعني ممكن أحيانا تكون في تباين بنسبة الإنجاز بين مثلا الباب الكلابسي الكاوتي حسب النسبة حسب إمكانيات التغيير. هو أعطى رقم واحد مع التفشيات فما رح يكون قادر على إنجاز نفس. ممتاز خالد، انت الان وضحت لنا انه الهدف ده غير محدد ما معروف التفشي شنو ولا المستشفيات، وضحت لنا انه لا يمكن قياسه 10% دي ما تشبع لازم ورينا من كم الى كم، وضحت لنا مدام هو لا يمكن قياسه صعب جدا نحققه، وضحت لنا مدام هو صعب نحققه وقد لا يكون واقعي، والحسنة الوحيدة فيه انه قلت الله عنده زمن 2022. طيب اربع مواصفات مضروبة زي ما بيقول صلحوا لنا يحطينا له كده من راسك كده زي كان يكون هدف معقول نقبله، تقول شنو يعني لو دار تصلح له الهدف ده؟ يعني ممكن انا افصل مبدئيا بقول خفض مثلا معدل حدوث الكاوتي فرضا ايوه من 3.5 فرضا الى مثلا 2.3 مثلا خلال عام 21 في المستشفى الفلاني المحدد. ممكن أنا أحدد في المستشفى سين وممكن قسم ICU إذا كان عندي أكثر من بدية وكذا وهيك ممكن أكون مور سبيسيفيك يعني. برافو يا خالد، ممتاز ممتاز يا خالد ممتاز كده حتكون حددت الهدف لا وريت النسبة ده تنزل من 3 وكده إلى كده وديت الزمن وحددت المستشفى وبقى الهدف واضح يزول ممكن يفهم.
مشاركة أخرى للهدف بتاع التعامل الصحيح مع التفشيات الوبائية حسب المعايير المحدثة الصادرة على إدارة عامة وقائع المنشاة الصحية. طيب حفظ الباطل معانا جميلة. لا دكتورة. تفضل جميلة. الآن عندك الهدف الثالث التعامل الصحيح مع التفشيات. طبعا هذه الأهداف الستة هذه أنتم كتبتوها المناطق الستة اللي ما مشاركة معانا. فهي اللي إحنا قاعدين التعامل الصحيح مع التفشيات الوبائية حسب المعايير المحددة الصادرة عن الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية. وش رأيك في هذا أولا؟ هدف مو هدف؟ وإذا هو هدف هل هو حقق سمارت أو لا؟ أيوه هدف. طيب. هدف ما ماني سامع ترى يقطع بس هو هذا الهدف اللي احنا اخترناه. طيب. هدف كيف هدف؟ ورينا هدف كيف؟ في وش نوع من مواصفات الاهداف؟ هل هو محدد يا جميلة؟ لا. التعامل الصحيح ده محدد؟ ايه انه تعامل مع التفشيات على حسب المعايير. احنا عشان يكون واضح معانا الهدف ايش؟ ايش المقصود بهدف؟ لازم ايه المفروض انه يكون يعني لازم يكون سمارت محدد وكذا يعني صح؟ طيب طيب نتجاوز قصة محدد يقيسوا كيف التعامل الصحيح؟ ايش؟ كيف تقيسين التعامل الصحيح؟ هل يمكن قياسه؟ احنا حاطين في رقم نقيس الهدف اللي هو احنا حطينا هدف اللي هو راح نقيسه الهدف اللي راح نقيسه اللي هو معدل انخفاض عدوى الكلابسي خلال سنة 2022. لا 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 انا في الهدف المكتوب في الشاشة رقم 3 التعامل الصحيح مع التفشيات الوبائية حسب المعايير المحدثة. سؤال دكتورة فايزة هل هو هدف ولا نشاط؟ انت قلتي هدف قلت لك إيه هو هدف بس له في مواصفة له ممكن تتراجعي ممكن تقول والله كنت فاكره هدف بدل نشاط ما في مشكلة هنا كله صح. طيب هو الحين الهدف راح يكون انا الحين فاهمه انك الهدف راح يكون الثاني لان اخترت اللي هو معدل انخفاض عدوى الكلابسي انا هذا كنت حاطه هدف عام يعني يعني انت الان هذا الهدف انت رفضته رقم 3 التعامل الصحيح مع التفشيات الوبائيه حسب برايي إيه إيه. رفض انه هدف صح اي 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 ليه رفضه ايوه احنا الوقت ساعديننا ما اقدر اقيسه يا سلام لا يمكن قياسه لأنه رقم ممتاز يا جميلة ما عندك وما هو محدد يعني خلال مثلا فترة زمنية يا سلام عليك ما عندك على ليس له زمن ثاني سمارت أن يكون محدد وواقعي وأن يكون قابل يعني هو قابل لكن ما عارفين نقدر نحدده كيف لأنه ما عندنا اللي هو يعني نمسكه من فين الهدف ده ما عنده مكان نمسكه. طيب يا جماعة هنا ركزوا معي كويس واضح في فرق بين الهدف والنشاط لأن المواصفات الخمسة تكون غير موجودة ضمن نشاط طوال مباشرة لأن تكون المواصفات الخمسة غير موجودة ضمن نشاط والفرق الرئيسي إنه الهدف حاجة نحن نرغبها بس التعامل الصحيح المفروض ورد يكون في تعامل صحيح مع التفشيات الوبائيه يعني انت ما بترغب اني زول اطبق الجايد لاين المفروض تطبقه اصلا كويس فده شكله نشاط اكثر من انه هدف كويس ففرق دائما بين النشاط والهدف لو عرفت تفرق بين الاهداف والانشطه بيكون موضوعك سهل الهدف هو الشيء الذي نرغبه كويس الذي نرغبه وقبل شويه ضربت مثل لزملائكم قلت لكم مثلا نحن كلنا نرغب رضا الله سبحانه وتعالى ده هدفنا لكن الأنشطة كثيرة ممكن نصلي نزكي نصوم نحج نعامل الناس كويس دي كل أنشطة كويس فيبقى لازم الهدف ده هو غاية وحاجة بنتحرك لها من مكان إلى مكان أما النشاط هو عملية دايناميك لأنه قاعد للتعامل الصحيح مع التفشيات الوبائية is not هدف كويس ده نشاط فعليه عشان أخدع النشاط لهذا بتبقى عملية صعبة فمن البداية إذا هو هدف ناقص المواصفات أنا أكمل المواصفات بتاعته لكن إذا كان نشاط مهما عملته فما حتطلع بهدف مهما عملته في النشاط فما حتطلع بهدف إذا من البداية لما تقرأ أو تكتب فرق بين الكلام اللي قريته ده هل هو ده نشاط ولا هدف وإذا كان هدف هو المكتمل المواصفات ولا لا جميل؟ بعده القريات سنة
السلام عليكم. وعليكم السلام. فين هلا سناء؟ الآن عندنا الهدف الرابع، التقليل من العدوى المكتسبة داخل المنشآت المرتبطة بالأجهزة في العنايات الحرجة سنة 2022. طبعاً هذا الهدف أنا أحتاج منك أن تنتقدينه بشكل كامل من جميع الأوجه، كتابته، الإملاء، هل الأشياء واضحة ومحددة؟ هذه هي شيء ثاني، لكن بداية نبدأ، هل هو سمارت أو لا؟ هل هو هدف ذكي أو لا؟ أول شيء اللي هو الطالب يتقي من العدوى المكتسبة داخل المنشآت المرتبطة بالأجهزة. أول حاجة هو ما عطاني يعني رقم إنه أنا أقلل نسبة العدوى لإيش، من كم لكم، تمام؟ المنشآت مو محددة، تمام؟ الأجهزة، طيب في عندي كلابتي، في عندي الكاوتي، في عندي الباب، طب ما حدد لي إيش هي التفشيات تكون مرتبطة بالأجهزة في العنايات الحرجة. فهنا هو يعني ما هو سمارت، مو محدد بشكل عام. أولا سناء، أنت قلتي مو محدد، إن أنت قايلة أنه مو محدد لي نوعية التفشي، أنت تتمنى التفشي يكون محدد. طيب إيش كمان مو محدد فيه؟ التقليل من العدوى المكتسبة. طيب أنا لما أقلل، طيب ما في عندي نسبة، من كم لكم أنا أقلل المعدل اللي عندي؟ هذه المجربل، هذه المجربل اللي هو القياس، غير قابل للقياس لأنه مو محدد، لكن أنا كتحديد في الجملة نفسها إيش اللي أيضا مو محدد؟ المنشآت اللي موجودة، طب إيش هي المنشآت اللي طبعا مني؟ يعني هل مستحيل إن أنا ممتاز ما حدد لي إيش المنشأة اللي أنا مطلوبة مني؟ ممتاز. المنشآت ما حدد فيها، ايضا المنطقه ما حددت فيها، هذه كلها اشياء مو محدده. احنا نتكلم لازم نحدد في المملكه العربيه السعوديه، في منطقه الرياض لازم نحدد اسم المنطقه، لازم نحدد المستشفيات، لازم نحدد نوع التفشي اللي احنا نبغى نراقبه. اذا كنت انا ابغى اراقبه هو محدد هنا في الاي سي يو، يعني مبين لي ونوع وايضا نوع يعني الاجهزه، هل مثلا يبغاني على الكلابسي اقلل العدوى او يعني ما هي محدده. ممتاز، اوكي. اذا انت مو محدد بالنسبه، ايوه، نوع العدوى اللي هي مطلوبه مني انها مرتبطه بالاجهزه. ممتاز. اذا الجمله نفسها التقييم العدوى مقبوله لانها جيده ومحدده وواضحه وكلام واضح وسهل، هذا جيد. التعامل ما هو واضح، اذا في اشياء نقاط مي محدده. طيب انت قلتي سنت ميجربل، هل هو اتشيفبل، ممكن نحققه ورياليستيك واقعي؟ ممكن احققه اذا حددت لي الاشياء. ممتاز ممتاز. يعني انا اقدر مثلا اني احقق هذا الهدف اذا مثلا حدد لي انه نسبه معينه، منشآت معينه، بمنطقه معينه، يعني ممكن اني انا احقق هذا الهدف اذا كان يعني اكثر وضوح. هل الوقت محدد هنا؟ مع صوتي قطع. الوقت محدد، التايم. هل الوقت محدد في هذا الهدف؟ الصوت مو واضح. الصوت مو واضح. يمكن عندك مو واضح. المهم سناء، شكرا جزيلا لك والله، يعني اجتهدت اجتهاد طيب، كلامك صحيح. في كثير من الأشياء محتاجة لهذا الهدف. يا جماعة لما نجي نقدم نظرة للهدف يا أخوة يا أخوات، لنعمل كالآتي، يكون الطريقة منهجية. أول حاجة بتقول تسأل تعمل الآتي، هل هو هدف ولا نشاط؟ ده أول نقطة. إذا نشاط خلاص تنفذ ذلك من العملية، إذا هدف تجي للنقطة اللي بعدها، هل هذا الهدف مكتمل الأوصاف ولا لا؟ وتبدأ بنفس الإسماء، تشوفه أولاً محدد ولا ما محدد، طوالي بعدها تشوفه ميجرابل ولا ما ميجرابل، لأنه السيكوانس ده مهم جداً لتقييم الهدف. بس بعد ده، بعد ما انتهيت من الإسماء، تقوم تشوف الهدف ذاته، ممكن يكون إسماء لكن ما سيمبل، فيه كلمات شوية كده يعني غير واضحة، قلت أوضحها أكثر كده. فلازم تكون عندك طريقة منهجية لتقييم ووضع الهدف. جميل. الأولى، هل هو نشاط ولا هدف؟ هدف. الثانية،
هل هو مكتمل الأوصاف ولا ناقصة؟ مكتمل الأوصاف ولا ناقصة بطريقة منهجية بالإسمار، أبدأ سبيسيفيك محدد وأمشي لمجرب وكذا. بعد ما كملت أوصافه بقت الأوصاف مكتملة، هل هو سيمبول وزايد وأنا ممكن يفهم أي أحد؟ أي ممكن يفهم أي أحد كده. ده بيبقى شنو؟ كيفية تقييم ووضع الأهداف. أنا دايرتك شغلة بنفس الطريقة المنهجية دي في الهدف بتاع التحكم في التفشيات الوبائية التي تحدث في المنشآت الصحية. طيب احنا جاوبتنا سابقا سناء، فالف شكر لها، اجابه صحيحه ورائعه صراحه، ومن قبلها جميله برضو جاوبت اجابات طيبه. صحيح. كلهم جاوبوا اجابات طيبه، ما شاء الله عليهم. تمام، يعني كل صراحه فاهم واضح، الاهداف جدا واضحه بالنسبه. عسير يوسف ممكن تشاركنا في الهدف الرابع الخامس عفوا. اهلا دكتوره فايزه، السلام عليكم. وعليكم السلام يوسف. الهدف الرابع اللي هو التحكم في التفشيات الوبائية التي تحدث في المنشآت الصحية، هذا يعتبر نشاط وليس بهدف لأنه مو مطبق السمارت. جميل، لكن نقول هدف. طيب قول هو قاصد يعمل هدف، نخطه هدف، المشكلة شنو فيه؟ غير سبيسيفيك. أيوة غير سبيسيفيك، لأنه ما فيه وقت محدد أو ما محدد المستشفى. محدد موصفة لوحدة، غير محدد، ما هو محدد المستشفيات أو الأقسام. يا سلام عليك، ولا حدد التفشيات نفسها، صح؟ حلو، تمام. تاني مشكلتك شنو قلتها؟ ما هو مخاص مجربل، موقت مجربل، ما في أي رقم هنا ولا نسبة ولا حاجة. جميل جدا. صحيح. بعد التنبل، ما هو التنبل؟ أيوة. هل يمكن ذلك؟ هل يمكن تحقيقه واقعي؟ لا، بطريقة دي ما ينفع. شوف، أي هدف، أعطيكم هذه القاعدة، أي هدف غير محدد ولا يمكن قياسه، الباقي كله ما عنده معنى. حتى لو عنده زمن لا يحق، لا يمكن تحقيقه، ويكون غير واقعي. هذا بالبديهة دي يعني. عشان كده ليه بقول لك تمشي منهجيا، تبدأ بالأول والثاني وعندك الباقي بيجيك سايل. صحيح. هذا اللي فيه زمن؟ غير ليالتي، لا، لا عندي زمن، ما في تايم، لا يعني ما مكتمل الأوصاف وهدف ناقص الأوصاف كلها. صحيح. الكلمة الغريبة فيه شيء ذاتها. أيوة، الكلمة اللي نحن بعد ما عرفنا غير كذا فيه كلمة ذاتها مطلقة لهدف اللي هي شنو؟ التحكم. التحكم، يعني ما مع مفهوم التحكم دائما التحكم، المحافظة، التعامل، دي كلها ما بتصلح للأهداف. الأهداف زيادة، تقليل، تحديد، اللفظ ذات اللي هو أثر في تحديد الهدف. جميل، صحيح. شكرا لك يوسف، والله ممتاز، والله الله يعطيك العافية وياك الجميع. الله يعافيك. نروح لآخر هدف ومع آخر منطقة معانا، القصيم. طفلة تفضلي. السلام عليكم. السلام. أول حاجة أنا أشوف الهدف غير مرتبط ارتباط أساسي مع المطلوب للبرنامج. طيب كويس. ثاني حاجة، ما أشوف سمارت لأنه غير محدد المنشآت الصحية. في مجربول اللي هو تغطية، بس بنفس الكلام اللي قلته ما أشوف سمارت لأنه غير مرتبط للبرنامج. ما يمثل البرنامج قصدك برنامج التفشيات؟ يمثل البيسك، بس انه مو بتبع، ما احس، ما اقدر اصلحه هدف البرنامج، احسه مو واضح. طيب قلت غير محدد، كويس كذا نحتبره هدف غير محدد لانك تقول غير المنشاه الصحيه. ايوه. اساسيات مكافحه العدوى معروفه، يعني تطبيق معين مكافحه العدوى معروفه. ايوه. طيب مجرب وقال 100% حتى نسبه، ما تقدر تقول لي ما خدت النسبه، صح؟ ايوه، قابل للقياس، صحيح. طيب البعد طوال شنو بعد المجربول؟ من خلال اللي هو تقريبا زيارات. هل هو واقعي الهدف هذا اللي تشوفينه مقابل للتطبيق؟ واقعي، ايوه اشوفه واقعي 100%. 100% من الزيارة. يعني يغطي يعني زيارة. طيب من خلال تغطية 100% من الزيارات الإشرافية خلال العام. طيب المستوى ذاته بتاع التطبيق ده يرفع كم؟ لو قال ده يرفع مستوى التطبيق إلى 100% يبقى واقع الهدف؟ لا. الرفع
الى بيبقى غير واقعي صح؟ No way. Yes. تمام. صحيح. تمام. عنده زمن الهدف ده ولا ما عنده؟ اوبن خلال مفتوح خلال العام. خلاص ما مفتوح خلال العام. عنده زمن يعني. ايوه. الكلام الغريب شو شنو اللي بيعمل غير توضيح اللي بخلي ما في توضيح شنو في الهدف ده اللي بخلي غير واضح شنو؟ هو غير واضح لانه ما احسه في ارتباط لكلمه الهدف للبرنامج نفسه لانه شامل. قال لا انا قصدت فيها لايكا. قال لا الهدف ده انا اخذت لي لايكا معلش. برضه غير واضح صح؟ ايوه. ليه؟ غير محدد. غير محدد. ليه؟ هو قصد لايكا ليه؟ غير محدد. لانه الايكا هي كومبلاينس التزام. لو قال رفعي مستوى الالتزام بأساسيات مكافحة العدوى ها؟ أيوة إلى كده بيبقى هدف يا جماعة. ركزوا معايا الجروب كله يركز معايا يعني القصد الرجل ده كاتب حاجتين أول أخت هذه كاتبة حاجتين كاتبة هدف ونشاط دامج الهدف مع النشاط الهدف بتاعنا لا ترفع مستوى تطبيق أساسيات مكافحة العدوى ده هدفه أما الزيارات الإشرافية ده نشاط كويس فانا ما ممكن اقول والله 100% تحقيق 100% الزيارات الاشرافيه انا مش عارف بس ده حل هنا عشان افصل بعدين لما اقول رفع مستوى تطبيق اساسيات مكافحه العدوى من كم الى كم معدل الالتزام معروف عندنا 75 الى 80 صحيح جميل يا اخوتنا فاطمه يديك العافيه والله يديك العافيه يعطيك العافيه معلش دكتور تفضلي خلاص طيب يعطيكم العافية ألف شكر لك المعذرة شكرا لك شكرا لك هل في أسئلة عن الهدف الأهداف الأساسية في البرنامج هل في أي سؤال عليها؟ طبعا بالنسبة للأهداف الاستراتيجية كيف؟ مين محمد؟ محمد الآن نحن بنتكلم عن أهداف الخطط التشغيلية. ضم هو الخطط حياخدوها من الأهداف الاستراتيجية ولا؟ يا سلام حناخدها أصلاً من الأهداف الاستراتيجية. لكن الآن نحن بنعمل الويركشوب دي السريعة دي عشان نعرف نضع هدف محدد وسبيسيفيك وسمارت. هنجي إن شاء الله إلى الأمام نوريك ما هو الفرق بين وضع هدف استراتيجي ووضع هدف خطة تشغيلية. شكلهم كيف كويس حوريك لانه هو ذاك برضه سمارت لكن فيه بعض الاشياء اللي هي ما كلها زي الخطه التشغيليه فيه بعض الفنيات يعني حوريك الفنيات بتاعته فيه اوكي تمام طيب في شريحه ثانيه بتاعت الاهداف الفرعيه يا جماعه الهدف الفرعي هو بيجي من الهدف العام يعني بيكون عندنا هدف رئيسي وبنقسمه الى اهداف عامه احط مثال مثلا هدفي هو تقليل نسبة التفشيات للكلابسي بنسبة 3% 5% 10% جميل معك وإلى آخر المواصفات عشان نقلل نسبة الكلابسي بعمل مستهدفات أهداف فرعية صغيرة أقول والله تقوية لو قلت تقوية نظام الداتا يبقى نشاط لكن أقول والله مثلا زيادة عدد العاملين في السيرفيلانس في الكلابسي من 3 إلى 7 بس معك بيقول أنا عندي هدف أزيد العدد ده بيساعدني في شنو في التقليل يعني الهدف الفرعي لازم يرتبط بالهدف الرئيسي ممكن من الأهداف توفير توفير السبلاي ده هدف ولا نشاط سؤال توفير السبلاي تحت الكلابسي هدف ولا نشاط نشاط فده ما هدف فرعي اذا معناها انا اكون برضو حذر لمن اجي اضع الاهداف الفرعيه ما اضع انشطه اضع اهداف سمارت واعمل عليها نفس التوصيفات وتكون مرتبطه بالهدف الرئيسي كم هدف فرعي احط الهدف الاساسي كل ما قللت أهدافك أنت في السيف سايد كل ما كترت أنشطتك لا حرج عليك أعيدها تاني
الأهداف يا جماعة لأنها دائرة جهد. الناس كثير بيأخذ مفروض يأخذ وقت طويل جدا في وضع هدف، بس لأنه وضع الهدف ده اللبنة الأساسية في الخطة التشغيلية وحتى في الخطة الاستراتيجية. فلازم يكون الهدف واضح ويأخذ في وقت. حتى لما نجي أعمل أهداف فرعية ما تكون أهداف فرعية كثيرة، عشان لأنه لو عملت أهداف فرعية كثيرة هتتحول لأنشطة. فلازم تكون أهداف فرعية بسيطة، هدفين ثلاثة من الهدف العام. الأهم من الموضوع ده كله إنه لو الهدف بقى نشاط دي مشكلة، مشكلة كويس، غير مقبول بتاتا إنك تخوض نشاط تقول ده هدف. لكن إذا خطت لي هدف في الأنشطة بيمشي الحال، بيمشي الحال، لأنه سهل جدا تحويل الهدف إلى نشاط، صعب جدا تحويل النشاط إلى هدف، سهل جدا تحويل الهدف إلى نشاط، صعب جدا تحويل النشاط إلى هدف. كل ما بقت الأهداف رصينة وقليلة أفضل من أن تكون الأهداف كثيرة. كل ما زادت الأنشطة لا حرج ولا بأس في ذلك. وقع عليك؟ دي نقطة مهمة جدا، لأنه بعدين بيجوا ما تحاسبوك على النشاط، تحاسبوك على الهدف. الآن عندنا أهداف فرعية، أنا داير كل واحد يقوم يقول لي أول حاجة ده هدف ولا نشاط؟ قال نشاط نمشي طوالي، قال هدف يقوم يوريني الهدف ده إذا الفرع ده ناقص شنو من الإسماع، يقول لي كده نفس ما عملنا في الفرع. نبدأ طوالي، وجود فريق تفشي فعال في كل مستشفى. ممكن فريق المدينة يشاركنا في هذا النشاط الأول؟ محمد، أستاذ أحمد. أيوه هلا. اتفضل، هل أنت تشوف هذا بداية هدف أو تشوف هذا نشاط؟ وجود فريق تفشي فعال في كل مستشفى. والله ما هو نشاط هو. أنت ترى أن هذا هو هدف قابل أنك ممكن تعدله عشان يكون هدف صحيح؟ هدف سمارت؟ لا طبعا ما هو هدف، بس ما هو الهدف الفرعي لازم يكون سمارت ولا يكون لازم يكون سمارت. الهدف الفرعي لازم يكون سمارت. اي هدف ما سمارت ده معناه بقى نشاط ولا بقى اي حاجه ثانيه. جميل، انا ما اشوف لا هدف ولا نشاط. حتشوف شنو النشاط ولا هدف؟ ولا نشاط ولا هدف. شنو طيب ديك بالتشكيله يعني؟ نشاط. أولاً أنا بشكر فريق المدينة، جروب فعال وجروب متحمس إن شاء الله عليكم. ومن بدأنا الأنشطتنا أو بدأنا المحاضرات دائماً حاضرين ومتواجدين، فألف شكر لكم والله. تفضل تفضل أستاذ محمد، أي أحد من جروبكم حاب يشارك في هذا النشاط من فريق المدينة بس يبلغنا ويتفضل، بس يعرف عن اسمه ويتفضل معنا. هو الهدف الفرعي يعني، ما بس مو يعني مو لازم يكون في هدف فرعي، لو عندي هدف اساسي واكتيفيتيز عادي اقدر استغنى عنه ولا صحيح. كلامك جميل، مرات لما يكون في هدف عام ما محتاج توضح يعني ما يحتاج هدف فرعي. كويس يعني. ده كلام طيب، لكن السؤال هنا وجود فريق تفشي فعال ده هدف ولا نشاط؟ ما ادري، ما اشوف لا هدف ولا نشاط الصراحه. طيب ما تشوفوا هدف ليش؟ لأنه ما هو سمارت وما شوفوا نشاط. طيب ما شايفوا نشاط ليش؟ ده النقطة المهمة. لأنه ما هو اكتيفيتي يعني صاين. ما شنو؟ هو يحتمل يا جماعة يحتمل. أنت قصدك محمد أنه مفروض أغيره وأحط تكوين فريق. أيوه. فيعتبر في هذه الحالة نشاط صحيح؟ أيوه. تمام. أنا بمشي معاك لأنه هو أقرب إلى النشاط ولا يمكن يكون ده هدف يعني. اسمع، إلا إذا المستشفى أسسوها حديث وما فيها فريق. أنت علي؟ أكيد في فريق. فإذا هو عايز يعمل هدف يقول زيادة عدد الفريق من 6 إلى 14. طيب إذا أصلاً هو في المستشفى أكيد في فريق. لكن إذا المستشفى أسست من أول وجديد هيقبل هدف إيجاد فريق مكون برضه بالعدد من 7 أشخاص. أنت علي؟ عشان كده في المحله دي الكلام ده ما يتماشى معانا كهدف ولا كنشاط. اجابتك والله صحيحه وحلوه وجميله وانا قابله طوال. ممتاز. اللي بعده. في ثلاث سيارات على الادله الارشاديه الحديثه بيوم تدريبي على الاقل، وشايف هل هذا هدف ولا هل هذا نشاط؟ هذا نشاط بس
بدون على الأقل أيوة نشاع 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 إن شاء الله بس يحتاج له إعادة صياغة شوي لكوي على الأقل معادة نشاط أوكي صحيح صحيح ممتاز تشكيل فريق تفشي مركزي في المنطقة زي الفريق التفشي الفعال التأكد من وجود الأدلة الإرشادية الأحدث من المنشآت الصحية نصحت ولا هدف نشاط بس مو يعني نتأكد من الأدلة الإرشادية دي ما حاجة يعني كده متابعة توفر مستلزمات نظافة البيئة في تكوين الطفل والمنشآت نشاط ولا هدف نشاط 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 أول ما تقرأ كلمة متابعة يا جماعة ده نشاط متابعة جاهزية أجهزة آهاها والاستخدام الصحيح لا نشاط نشاط كل ما تجد كلمة متابعة تأكد تماما أنه نشاط لأنه يتابع شيء موجود وليس يرغب في حدوث شيء جديد زيادة معدل التزام العاملين بنظافة الأيدي إلى 74% في المنشآت الصحية نشاط ولا هدف هذا هدف بس احتاج يا سلام يا سلام عليك يا سلام يا اخي والله دار اصفق ليك لو كان يسمح لنا بالتصفيق في الوزاره جميل جدا والله هذا هدف وليس نشاط ايوه مين اللي يعدله ايوه ممكن محمد تعدل لنا بشكل يكون مقبول بالنسبه لك طيب زياده معدل التزام العاملين بنظافه الايدي من نسبه كذا الى كذا ممتاز في تحديد المنشأة الصحية أو في المنطقة كمان يا سلام 2022 يا سلام عليك يا سلام عليك فعلا محمد هنا أضاف من إلى عشان يبقى ميجرابل وفي المنشآت الصحية عشان يبقى سبيسيفيك حدد المؤسسة وفعلا ده ممكن يتحقق من إلى إذا كانت معقولة لكن من 0 إلى 74 غير معقولة لا يمكن تحقيقه لكن إذا كان 60 إلى 74 70 إلى 74 يمكن تحقيقه وهو أهم حاجة أضاف له الزمن اللي خلال 2022 ده ممكن يستخدم كهدف فرعي لتقليل التفشيات وده هدف رائع بتاع نظافة الأيدي طيب البعض زيادة التدريب في التعامل مع الأمراض المعدية لمنع حدوث عدوى داخل المنشأة الصحية هدف ولا نشاط ممكن معنا شارك عسير يوسف يوسف منطقة عسير ايوه دك... طيب ايوه تفضل يوسف معك معك بس ساعة المنطقة كانت الشبكة تقطع اي لا ما عندك مشكلة تفضل في اي نقطة وصلتوها الثانية اللي هي فيها البولز الثانية زيادة التدريب في التعامل مع الأمراض المعدية لمنع حدوث عدوى داخل المنشأة الصحية هل هذا هدف أو نشاط؟ تدريب هذا نشاط تقريبا نشاط تقريبا نشاط طيب توفير العدد الكافي من المستلزمات الطبية في أقسام العناية المركزة توفير العدد الكافي في المستلزمات الطبية في أقسام العناية المركزة أيوه نشاط 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 ممتاز يلا يا جماعة ركزوا معي في الجاي ده أنا حقرأ لكم وبعدك وردوا نتعليقكم من غير نشاط هدف التعليق العام تقديم التدريب اللازم على تطبيق المعايير الواردة بالدليل الإرشادي للتعامل مع التفشيات الوبائية الصادر عن الإدارة العامة على المنشآت الصحية إشنو؟ تقديم التدريب اللازم على تطبيق المعايير الواردة بالدليل الإرشادي للتعامل مع التفشيات الوبائية ده نشاط لكن دي رواية دي رواية فيلم مكسيكي مسلسل تركي كويس الهدف لازم يكون يا جماعة يعني شوية ليس يعني صفحة كاملة وكمان ما يكون مختصر في كلمتين يعني فهمت علي فلازم الهدف ذاته هي بتتعرف ذاته تقرأ كيف فبليز أبويد الكلام الكثير وخلي سيمبل وساهل وواضح طيب أديكم الثانية التأكد من وجود برنامج لرصد التفشيات الوبائية بالمنشآت الصحية وذلك أثناء زيارات التغذية الشامل وتقديم التغذية الاسترجاعية للمستشفيات هل هو مسلسل مكسيكي ولا هدف ولا نشاط مسلسل أيوة يا جماعة كده إحنا بنحب مرات الزول بيحاول يشرح أكثر لكن بيكون طلع برا الموضوع لكن في النهاية
التأكد من وجود برنامج ده هدف ولا نشاط؟ نشاط. نشاط. وبعد ذاك نشاط. زيارات وبعد ذاك أدخل التغييب الشامل. نشاط صح. وبعد ذاك تقديم التغذية للاسترجاعية المستشفيات. ده كل أنشطة الثلاثة كتبهم في حاجة واحدة. ها؟ طيب البعض تقديم الدعم الفني للمستشفيات نشاط ولا هدف؟ نشاط. نشاط. يا سلام عليكم. إذن يا جماعة نحن عرفنا المشكلة الرئيسية في كتابتنا للأهداف إنه نحن بنكتب النشاطات كأهداف. بنكتب النشاطات كأهداف دي كلها مغلبة أنشطة. يعني أسنا قريت إنه العشرة ديل ما عنده غير زيادة معدل الالتزام بنظافة العيد بالمساعدة الصحية وهدف ناقص المواصلة. جميل؟ إذن نعيد بارتياح. لا بد نفرق بين النشاط. النشاط هو شيء بنعمله والهدف هو شيء بنصل إليه. لكم جميلة وتطلع على مشاركتكم. لا. في قال التقليل من العدوى المرتبطة بالجهاز التنفسي الصناعي VAE في عناية كبار الـ ICU. هل ده ممكن يكون هدف يا الله؟ هدف بس محتاج هدف. يا سلام. الإجابة دي تكفيني. بعدك نصلح وكيف ده موضوع تاني. لكن ده هدف. هدف تقليل العدوى المرتبطة بالجهاز التنفس الصناعي وفيه تحديد الغريبة للجهاز التنفس الصناعي كويس وفي تحديد في عناية كبار الICU بس يكملها وين الهدف ده حنحققه وين كويس مثلا يقول في مستشفى اكس خلاص في مستشفى سين كده عمل له تحديد طيب حيكون نقص شنو اذا قال التقليل من العدوى المرتبطة بالجهاز التنفسي في عناية التايم او القياس نقص السنة قال خلال 2022 ثاني ناقص شنو السنة دي الزمن عشان كده أخليكم منهجيين أبدي يا جماعة من السبيسيفيك أول واحدة السبيسيفيك أنا حددنا لي وقلنا والله في مستشفى دي بعد السبيسيفيك فشلوا الإسمار بعد الأم ناقص شنو ناقص النسبة ممكن النسبة معدل النسبة أيوة ناقص المجر الرقم النسبة ما عنده نسبة من كم إلى كم دي ما عنده بعد ناقص شنو بعد الأم فشلوا قابل للتحقيق ما قابل للتحقيق لانه ما ادانا نسبه ما نقدر نقيسه له في النهايه صح ما نقدر نقول والله حققه ولا ما حققه وغير واقعي لما يكون ما في شيء محدد يعني اخر حاجه شنو الزمن وقلتيه ونضيف له الزمن بس خلال 20 ممتاز طيب تدريب ونستغل التفشيات نشاط ولا هدف نشاط نشاط السلام عليكم التدريب منسقي تفشيات الوبائية يعتبر نشاط دعم المنشآت الصحية عند صحيح دعم المنشآت الصحية عند حدوث التفشيات نشاط منع حدوث تفشيات مشابهة في المستقبل منع حدوث تفشيات ممكن اعتبره هدف بس مو ما ايوه شكله ما يعني ما تقدر تحطه نشاط ولا هدف جمله تبادل الخبرات والتجارب بين المنشآت الصحيه نشاط المراقبه والمتابعه على برنامج المتفشيات الوبائيه من خلال الزيارات الاشرافيه نشاط ايوه كل ما نلقى مراقبه تابع نشاط عقد اجتماعات نشاط يعتبر تاني قال رفع التقارير لا نشاط يعتبر طيب يا جماعة إذا نحن عرفنا الإشكال بتاعنا الحقيقي إنه الأنشطة بنحاول نعملها أهداف الهدف يا جماعة حاجة دارين نصلة نحن وين وعايزين نصل وين الهدف مربوط بأمل دائما عشان لما تتذكر الهدف يتذكر أنا طوالي قاعد أقول للناس يتذكر الرصيد بتاعك البنكي عندي 10 عندي مليون ريال دار أعمل 10 مليون ده هدف لكن والله أنا أقول أودع 500 أوفر 300 ده أنشطة حبيبي لكن الهدف هو الشيء الأكبر ممتاز عرفنا الفرق بين النشاط والهدف وعرفنا الهدف نقول نكون منطقيين نبدأ نشوف الهدف أول حاجة محدد يمكن قياسه يمكن تحقيقه واقعي ولزمه بنفس الترتيب بعد ما نتأكد تماما إنه ما نشاط لأنه قلنا النشاط لا يقبل هذه المواصفات ولا يمكن تحويله إلى هدف بس فدي نقطة مهمة جدا
الأهداف لازم تكون متقنة وتكون أول، بعد ذلك تجي الأنشطة، الأنشطة أكتب ما تشاء. النشاط لو أخطأنا وبقى هدف ما مشكلة، لكن المشكلة الهدف لو بقى نشاط تبقى عملية صعبة جدا. طيب أنا بعطيكم إكسرسايز بس بسيط، فكروا فيه 5 دقائق ونناقشه. إحنا الآن عندنا هدف عام، تقليل نسبة التفشيات المالتي دراج ريزيستنت أورجانيزم في 3 مستشفيات في منطقة الرياض، معدل متوسط من 50% إلى 15% خلال عام 2022. هذا هدف سمارت. أعيد لكم، تقليل نسبة التفشيات المالتي دراج ريزيستنت أورجانيزم في 3 مستشفيات في منطقة الرياض، معدل متوسط من 50% إلى 15% خلال عام 2022. هذا هدف لبرنامج الأوتبريك. طيب عشان نحقق هذا الهدف نحتاج نضع له أهداف فرعية. الأهداف الفرعية لازم تكون سمارت. أبغى كل منطقة تفكر في هدف واحد فرعي يحقق هذا الهدف الرئيسي. بس 5 دقائق وبنطلب منكم مشاركتنا فيها. يعطيكم العافية زملائي، المثال اللي ذكرت لكم الدكتورة موجود عندكم بالتشات. هذا الهدف الأساسي ونحتاج عليه أهداف فرعية. جاوبوا بالتشات مو مشكلة.
السلام عليكم. طيب اوكي نبدا الان مع الهدف الاساسي اللي حطيناه، بس ابغى من كل منطقه تقول لنا هدفها الفرعي اللي حطته، وبنقول في الاخير صح او لا او نعدل معاه. التصيف طفله، ايش الهدف الفرعي حقك اللي وضعتيه؟ طيب اوكي قريات سنة، الو ايوه تفضلي. معلش انا قاعده اتكلم مع نفسي من اليوم. وضعت هدف اللي هو زياده التدريب بنسبه 50% للتفشيات في 3 مستشفيات في منطقة الرياض خلال عام 2022. طيب أوكي، بس ما حددتي التدريب إيش؟ لازم يعني نحدد إيش التدريب، إيش هو اللي إحنا حاطينه في بالنا؟ لبرنامج التفشيات بشكل عام. طيب أوكي، هذا كهدف فرعي. صحيح. طيب هل حددتي مثلا احنا كم كان التدريب او كم صار؟ لازم نحدد شيء نشرب العدد، يعني زياده التدريب بشكل واسع كذا من غير ما احدد مثلا 5 دورات تدريبيه 7 دورات تدريبيه، يعني لازم نحدد شيء بعدين. تمام، يعني قصدك احدد كم خلال العام بنسبه 10 مثلا دورات خلال العام؟ صحيح، إذا أنت حطيتي زيادة حددتي، لكن لازم تجربه، لازم وقت تقيسينها، إما إذا كان من إلى أو تحددين رقم مستحدث لك المتطورين خلال العام. تمام، يعطيك ألف عافية، ما قصرتي. طيب ننتقل لمنطقة المدينة، محمد. أيوة محمد، المدينة المنورة. طيب حفر الباطن جميلة. ايه تفضل تفضل دكتورة. يوسف شمران المدير المنورة. يوسف تفضل يوسف. طيب اول شيء قلنا مثلا بالنسبة للتدريب حددنا مثلا زيادة تدريب الممارسين الصحيين في قسام العناية المركزة على المستشفيات ألف وباء وجيم على الهاند هيجين، ورفع نسبة الكومبلاينس ريس في قسام العناية في المستشفيات الثلاث هذه. هذا هو النشاط. لا احنا ما نبغى نشاط يوسف، نبغى هدف فرعي. يعني انا اذا انت بتحط هدف فرعي يكون سمارت، زي ما قلنا اذا انت بتحط زياده تدريب لازم تحدد كم، فيعني هذا الهدف. بعد ما تحدد تحط لك الهدف الفرعي تبدا وضع الانشطه لهذا الهدف. يعني مثلا انت بتحط تدريب عدد زياده التدريب بنسبه مثلا كذا او 3 دورات تدريبيه خلال العام، بعدين أنشطتك تحط إنه أنا مثلا التواصل مع كذا كذا هذا نشاط، بعدين إعداد المادة العلمية هذا نشاط، بعدين هذه الأنشطة تكون لهذا الهدف الفرعي اللي أنت حاطه. طيب في عندك تعليق على الهدف هذا؟ في زيادة هدف ثاني ممكن تحطه؟ حطين مثلا ضمان وصول الأدلة الإرشادية حق الجايدلاين حق ال، هذا نشاط يوسف، هذا مو هدف، هذا نشاط. احنا مثلا احنا قلنا تقليل نسبة التفشيات للـ NBRO في المستشفيات اللي مثلا المذكورة، وفي الأهداف الفرعية اللي أنا تحقق لي هذا الهدف الأساسي. مثلا احنا نتكلم عن الـ guideline، اعداد ثلاث ثلاث أدلة إرشادية متعلقة بالتفشيات، تفشي مثلا محدد، مرض محدد، كلابسيلا مثلا في خلال عام 2022 محدد سبيسيفيك، هذا هدف سبيسيفيك حطيته يخدم هدفك الأساسي صح؟ اي صحيح. طيب
في شيء ثاني يوسف وظيفة؟ احنا كنا نتكلم عن التدريب على الباند كلها بس نحددها من نسبة معينة كمان من عدد الاستاف. صحيح، اذا انت تتكلم عن التدريب لازم تحدد يكون مجرب، انت وضعت النشاط حقي مثلا زيادة التدريب وتحددها بنسبة او تحددها برقم وتحددها بتارجت معين وتحددها بوقت معين. تمام. جميلة حفر باطل. ممكن نقول تقليل معدل الإصابة بالMDRO في القسطرة الوريدية المركزية بنسبة 30% في المستشفيات ألف باجيم في منطقة الرياض. أوكي. طبعاً. بكم؟ أيوة. متى؟ الزمن. خلال عام 22 أو خلال أول سنة. أوعى تنسي حاجة. ممتاز. كتبتها والله. سيدة راحت عليك. خلال عام. شكر لك الله. طيب القريات سناء. السلام عليكم. الآن هو من 15% في إشكالية فيها أنه ما أستطيع أني من خلال سنة 50%. أوكي، أنت عندك اعتراض على النسبة أصلا؟ صوتي مسموع؟ تفضلي سنة، انت عندك اعتراض على النسبة اصلا بينها واقعيه بالنسبه لك انك تقللينها من 50 الى 15. ايوه اي خلال سنه يعني النسبه يعني شويه ما اقدر، فاقدر اني انا مثلا احط هدف انه انا كل اربع شهور انزل النسبه الى 50% الى 5%. اوكي، يعني قصدك انك تبغين تنزلينها في خلال سنه 15% بس بتنزلينها من 50 إلى 35% في خلال سنة واحدة. أيوة. أوكي، يعني أنت أوكي تمام. أوكي الآن نفرض أن هذا هو هدفك الأساسي. مسموع صوتي ولا لا؟ ممتاز. طيب ممكن تحطين أن هدفك هذا الأساسي هدف فرعي؟ أيوة، أما مثلاً إنه كل أربع شهور يتم شو اسمه النسبة أنزلها 5% لكل أربع شهور. أوكي، هذا هدفك الأساسي. لكن أصل لازم يكون هدفك الأساسي سنة أهداف فرعية. يعني مثلاً كمثال أنا عندي هدف الأساسي تقليل نسبة العدوى، طيب أنا أقللها زي ما فضلوا الزملاء التدريب، إذا أنا أحط لي هدف على التدريب إنه زيادة التدريب معدل التدريب إلى شوية ما زاد. أيوة، التدريب اللي هو على أدرب على الباندل ال MDRO. غير تدريب سنة، اعطيني هدف ثاني ما له دخل بالتدريب. اوكي، قالوا الزملاء التدريب خلاص خلصنا بهدف ممكن يقلل، ايش اهداف ثاني ممكن تقلل العدوى؟ الانتي بيوتيك المستخدمة، افعل الدور يعني الاستيوارشيب بروجرام. هذا يعتبر يعني ممكن الصوت يقطع ما اسمع فما ادري. ايه سناء، طيب اوكي شوفي سناء، الان احنا كفكره انا بقلل العدوى، انا في عندي نقاط كثيره ممكن تقلل نقل العدوى، منها قلنا التدريب. هل بقلل العدوى لو انا سيطرت او رفعت معدل الالتزام بنظافه الايدي هل بيؤدي هذا السكريننج اللي اعمله؟ سكريننج ما أدري صوتي مسموع ولا لا، لأني ما أسمعكم. لا صوتك واضح سنة، يعني أوكي أنا بس عشان تكون واضح عندكم، أنا عندي مثلا تقليل نسبة التفشيات، ماشي؟ تقليل نسبة التفشيات لها عدة أهداف عشان أقلل نسبة التفشيات هذه، زي ما قلنا زيادة التدريب وما إلى ذلك، وأحطها هدف سمارت. عندي هدف مثلا رفع معدل الالتزام بتطهير الأيدي بنسبة محددة خلال العام، ولازم يكون سمارت. تمام؟ واضح؟ مثلا اعداد واصدار الادله الارشاديه، اوكي؟ اعداد مثلا ثلاث ادله ارشاديه تتعلق بموضوع كذا كذا، هذا يعتبر ايضا هدف فرعي، عشان كل هذه الاهداف تخدم هدفي الاساسي، لكن لازم اكون عارفه ان في بعض النقاط تكون انشطه توضع تحت الأهداف هذه، مثلاً إعداد الأدلة الإرشادية راح يكون مثلاً تشكيل لجنة،
بعدين يكون في مراجعة للأدلة السابقة، تحديد هذه كلها أنشطة داخل الهدف الفرعي عشان تخدم الهدف الفرعي وتحققه. بالتالي الهدف الفرعي لما أحققه راح يحقق الهدف الأساسي. طيب ننتقل الآن للمؤشرات الأداء عشان بس الوقت، بنتكلم معاها مع الدكتور عبد الفتاح. تفضل دكتور. شكرا لكم، الله يعطيكم العافية. السلام عليكم. المؤشرات مرة مهمة جدا للنقاش. القاعدة الرئيسية للمؤشرات إنه إذا عندك هدف مكتمل الأوصاف، هدف محدد يمكن قياسه، يمكن تحقيقه، واقعي وعنده زمن، هذا يسهل علينا إنه نعمل عملية المؤشر. المؤشرات متعددة في شكلها، في مؤشرات بيانية، في مؤشرات رقمية، في مؤشرات نوعية، في مؤشرات كمية، في مؤشرات للمقارنة. المؤشر مهم جدا عشان يوري التطور في إنجاز الأهداف. فالمؤشر نحن نأخذ الصيغة المتعارف عليها اللي هي بسط ومغام في 100%. إذن المؤشر عشان أنا أكون مؤشر بحتاج ثلاثة حاجات: البسط والمغام ومية في المية. مية في المية أوردي مالها يا جماعة موجودة، ما بنحتاج نعمل شيء. يبقى قصتنا نضع شنو في البسط ونضع في المقام. هنا نرجع للهدف، الهدف لازم يكون فوق قياس. فالحاجة اللي عايزين نصلها ده مقامنا يا جماعة. ونحط مثلا سائل إنه كتبت هدفنا مثلا الوصول إلى 10 مستشفيات متميزة في المنطقة. يعني أنا داير أعمل 10 مستشفيات متميزة في مكافحة العدوى في المنطقة بنهاية 2022، ده هدفي. إذن المقام بتاعي بيكون الهدف نفسه إنه عدد 10 مستشفيات. طيب البسط نبحث شنو؟ البسط بنجي في نهاية 2022. نسألك، أنت قلت في بداية السنة داير تعمل 10 مستشفيات متميزة، عملت كم؟ نحن في 2022. قال أنا والله عملت 5. نقول المؤشر 5/10 في 100% اللي هي 50%، معناها الرجل ده أنجز 50% من الهدف. ده المؤشر ببساطة وبسهولة جدا. أولا نتأكد إنه الهدف مكتمل الأوصاف، اثنين نتأكد إنه الهدف عنده نسبة أو هدف أو رقم هو عايز يصل إليه، الثالثة نعمل بسط ومقام نضرب 100%، المقام هو الحاجة اللي عايزين نصلها، والبسط هو ما حصلناه في نهاية السنة. هذا بالوضع السهل. زي ما تفضلت قبل قلت لك المؤشر ممكن يكون جراف، يعني ممكن يكون بدأ من صفر ونعمل الجراف لحد 5، هو حقق 5 بصورة بدون حتى النسبة 100% والكده. ممكن يكون المعدل مقارنة، السنة الفاتت عندي 3 مستشفيات متميزة، هذه السنة عندي 6 مستشفيات متميزة، إذا أنا حققت 100% زيادة في التميز داخل مستشفيات المنطقة. فالمؤشرات تعتمد على جودة الهدف. هناخد إكزامبل لهدف سهل جدا وريني كيف أنتوا هتعملوا. مثلا في المنطقة بتاعتي عندي زيادة معدل الالتزام بتطهير الأيدي في مستشفيات المنطقة 10 من 70% إلى 80% بنهاية العام 2022. 70% إلى 80%. الهدف ده هدف محدد اللي هو الالتزام بتطهير الأيدي في مستشفيات المنطقة 10، عنده 10 مستشفى. متوسط الالتزام ده كان 70 للريجن كله، هو داري يعمله 80%، داري في نهاية السنة 80%. جينا دارين نشوف مؤشر معدل الالتزام. طيب لمن جينا في نهاية السنة جينا عمل 75، ومن 70 وصل 75. طيب يلا نجي دارين نكتب المؤشر. أول حاجة المقام شنو؟ أول حاجة تركز على المقام. المقام هنا كم؟ 70 ولا 75 ولا 80؟ المقام 10 ولا
طيب المقام ده للمستشفيات، خلي المستشفيات، انا داير لزياده معدل الالتزام من 70 الى 80. المقام 80 دكتور. 80 يا سلام عليك، ده الحاجه اللي دارين نصلها. اذا عدد المستشفيات التي حصلت 80 صح؟ جميل جدا. طيب البسط نكتب فيه شنو؟ 75. اذا لو داير اجيب انا القصه اللي هي 75 على 80 في المية. كويس، وسهل جدا بعد انا اعرف الـ الشخص ده نسبه التزامه كم. كويس، في الوصول الى الهدف. كويس، دي قريبه لل 90%، يعني هو وصل قريب ال 80 الى 90% من تحقيق الهدف. طيب لو زلمه قال لي انا عملت ال 80 مستشفى، جبت ال 80%، اذا قال انا معدل الالتزام بتاعي 80%، البسط كم؟ الهدف بتاعه من 70 الى 80، جينا اخر السنه لقينا عمل 80%، البسط كم؟ البسط عدد المستشفيات اللي حصلت على 80، والمقام ممتاز جدا، والمقام هي 10، والمقام اللي هي 10، اللي هي 10، والمقام المقام 10، والبسط حيكون يعني حقق بالنسبه بكم؟ حقق 100%. يا سلام عليك، very simple. وزي ما تفضلت انا هذا عن طريقه البسط والمقام بالنسبه المئويه، انا اجيب الزياده والرفع. ممكن بسهوله في محلات ثانيه، اذا مثلا نرجع للمساله اللي قلته انا بتاع التميز، انه دارين 10 مستشفيات متميزه، ممكن المؤشر اذا هو عمل 3 مستشفيات من 10 مؤشر، فاقول 3 على 10 في 100%، ببساطه جدا. ممكن تكتب كتابه بايش عليه الحصول على 3 مستشفيات من ضمن 10، ده مؤشر يكفي جدا، او 3 الى يعني مرات ما طوال انا بعقدها وبديها نسبه، بس ممكن اعمل مقارنات، المؤشر ممكن يغارب. المره اللي فاتت كانت 5 على 10 50%، والدور دي 3 على 10 30%، اقول 50 الى 30 اعمل الريت. كويس، ممكن اعمل زي ما قلت رسمه جراف، 3 هنا 10، واجيب باي تشارت اعمل 3، الثلاثه اديهم لون بلو، والسبعة اديهم احمر، اقول الله عملت 3 مستشفيات من 10، تفهم للشخص الموجود. واجمل انواع المؤشرات هي بتكون في داشبورد، اللي هي في لاين شارت، في جراف، يعني لازم في خط صاعد او خط نازل، بيقدر يوريك زي ما في كل الدراسات والبحوث بنستخدم ده اللون الشكل اللي ممكن يساعد علينا في المؤشر. المؤشر يا جماعه عنده رصد ممكن كله نص سنه. الناس اللي عندهم مستشفيات متميزة دارين 10 مستشفيات متميزة، جيتوا أنا في بعد 6 شهور، جميل، وقلت له يا حبيبي السنة دي قبل ما تنتهي قلنا نجي نشوف الشغل بتاعك، أنت دارين منك في نهاية العام 10 مستشفيات، الآن كم مستشفى متميز عندك؟ قام الرجال قال والله عندي 5، عندي 5 مستشفيات متميزة الآن، نحن بعد 6 شهور أنا عندي 5 مستشفيات. المؤشر بتاعه كيف؟ وريني المؤشر بتاع الرجال ده كيف؟ كان يوسف معانا من عسير، وش رأيك فيه؟ أهلا دكتورة. أهلا بك. بالنسبة للمؤشر هذا أنا ممكن أحسبه أخذ الخمسة مستشفيات هذه إذا كانت متميزة. وحط لو لاني لو حسبته على العشر يصير 5 على 10 متميزه. اها. النسبه بتصير عندي انا 50. 50%. معناه هو قاطع نصف المشوار. كويس، جميل؟ ايه بالضبط. طيب. ثاني ممكن اقيسه بحاجه ثانيه. نفس الخمسه دي ممكن اقسمها على كم؟ ممكن الخمسه هذه اقسمها على 5. يا سلام عليك يا اخي، وتديني 100%، يعني هو اذا نحن قلنا في 6 شهور نقول الراجل والله ادى المهمه بتاعته وعمل 50% المطلوب منه في 6 شهور، ولكن لمده السنه هو عمل 50%، لكن لست شهور عملها 100%. جميل، بالضبط بالضبط. اذا معناه يا جماعه بطاقه المؤشر لما نجي نحن نعبي بطاقه المؤشر بنحدد متى يجمع هذا المؤشر، هل دايرين له نصف السنوي، ربع سنوي، ولا اخر السنه؟ واحد. اثنين، وحدة القياس القسنا بها المؤشر هنا شنو؟ مستشفى متميز. وحدة القياس هي مستشفى متميز،
جميل جدا. طريقة القياس نقول والله المستشفى المتميز مثلا قائمة تحقق، في قائمة بتقول هذا المستشفى متميز ولا متميز، نشوف القائمة إذا جابها خلاص يبقى ده مستشفى متميز. إذا ممكن أكتب في بطاقة المؤشر اسم المؤشر، مؤشر قياس المستشفيات المتميزة في المنطقة، نوع المؤشر مؤشر فصل ومغار في النسبة، نوع المؤشر مفروض يكون مؤشر تصاعدي، يعني شكل المؤشر حيطلع لفوق ولا حينزل، مفروض يكون تصاعدي، وحدة القياس المستشفى متميز، طريقة جمع قياس المؤشر والله عبر قائمة التحقق لكذا، المسؤول عن قياس المؤشر منسق التميز بال 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 بالمديرية كويس، زمن جمع المؤشر كل ربع سنة أو في نهاية السنة. إذا أنا بسهولة جدا لو عندي هدف مكتمل الأوصاف سهل جدا أعمل له مؤشر، عندي عدة أشكال للمؤشر، أسهله البسط على المقام في المية، المقام بيوري نحن وين والبسط وين، المؤشر ممكن أعمل له بطاقة أحدد يجمع بتين وكيف وين وكذا. واضح يا جماعة؟ طب دكتور كمان نختار يكون بروسيس وأوتكم ولا كذا خلاص بس كله أوتكم يكون؟ الله يحقيق العافية، سؤالك سؤال ممتاز، نحن نخليه لي قدام. أنا زي ما اتكلمت لك قلت لك المؤشر عنده عدة أشكال صح؟ كذلك المؤشر لا من أجل أنا أخذه على input وبروسيس وأوتبوت وأوتكم كويس معك؟ لأنه العمليات في الدنيا كلها input يا جماعة المدخلات الشيء الموجود أصلا، ممكن أعمل لا مؤشرات. تخيل عندي مستشفى فأنا دار أعمل input مؤشرات بقول والله مفروض المستشفى يكون فيها 200 سرير، الانبوت بتاعي كم من ال 200 سرير جاهزة لاستقبال المرضى؟ مثلا 150، إذا معناها المقدرة السريرية لاستقبال المرضى 150 على 200 سرير، ده مؤشر انبوت تأسيس، تأسيس مدخلات لازم تكون في سرير للمرضى. بعد البروسيس العمليات، كم عملية؟ عملية على كم عملية قيصرية بتتم في الشهر؟ مثلا والله مخطط للعملية القيصرية 10 عمليات والشهر قاعدين نعمل 10، إذا والله يا أخي مؤشر العمليات الجارية اللي بتشبه كل العمليات موجود. الأوت كم؟ كم البيشن سيفتي بتحديد مورتاليتي؟ بيموتوا كم؟ المفروض والله ما يزيد عن 1%، مطلوب بشوف المورتاليتي، إذا جيت 10% معناه والله الأوت بوت بتاعي غير جيد. الأوت كم على المدى الطويل؟ كويس معاك؟ الأوت كم؟ كم المستشفى بتحفظ الأرواح على مستوى طويل؟ وأنسعون دي أنا لما أكون داير أقسم المؤشر على مؤسسة محددة على برنامج محدد فوقه إنبوت فوقه بروسيس فوقه أوتبوت، لأنه بعض الخطط يا أخوان بتبنى على الإنبوت والبروسيس والأوتبوت، فدي تحتاج مؤشرات إنبوت وبروسيس وأوتبوت. دي تايب من الخطط، تتذكر خطط تشغيلية قلنا هي عبارة عن برامج بتاعت الأنشطة، الأنشطة أنت ممكن تقسمها إلى أنشطة بتاعت إنبوت وبروسيس وأوتبوت، أو تقسمها زي حالتنا بالشغل الكلاسيكي الخطة التشغيلية التقليدية. فأنا الآن المؤشرات الصراحة هذه هي مؤشرات الخطة التشغيلية التقليدية الدايركت فورورد، إن شاء الله لما تمشي معانا لقدام بنقوم بنوري أشكال الخطة التشغيلية بتاعت الانبوت والبروسيس والاوتبوت. ده نوع من الخطة التشغيلية ما فوق تايم ولا فوق ريسبونسابيلتيز ولا فوق الأعمدة اللوجيكال فريم الكلاسيكية، فيه ثلاثة فيز انبوت بروسيس واوتبوت وبيضعوا له مؤشرات، ده الأساس اللي بيعتمد على المؤشرات بتاعت الانبوت والبروسيس والاوتبوت، لانه ما بيعتمد على تفصيلات العمليه الداخليه. انا شرحت كثير لانه سؤالك كان يحتاج اجابات عليا، يعني لما تتكلم عن الخطط او التارجت. دكتور حنحدده علي اساس اللي هو شنو التارجت حق الكي بي اي مثلا 60% ولا 70%؟ على الداتا. شوف اي هدف، اي هدف بيجي من فكره وعلى الداتا الموجوده. الهدف يا جماعه موجود لحاجتين، الحاجة الأولى يكون عندك مشكلة مثلاً مرتلتي 50 بمرتلتي 50% من خلال السنة السابقة، فأنا المشكلة دي أقللها، إذا معناها الهدف بتاعي ينزل الشيء والمؤشر يكون تنازل. أو عندي حاجة كويسة دار أحسنها، عندي والله يا أخي 75 ودار أزيدها 85، إذا الهدف يا أنا الداتا أصهرت لي مشاكل عشان أحلها ولا في حاجة أنا دار أعمل فيها improvement دار أطويها إلى الأمام. دي نقطة سألتها، دي برضو نقطة في غاية الأهمية. في ناس بتضع أهداف ليست ذات قيمة، يعني يكون شغال السنة كلها في كلام ليس له أي قيمة،
في حين يكون الأشياء المفروض يضع عليها أهداف ما بيضع عليها أهداف. أنا قاعد أراجع خطط بتاعت مناطق كثيرة، بعرف المنطقة دي عندها مشكلة في الإمداروز، لكن تلقي الهدف بتاعه يعني بعيد جدا من الإمداروز. يقول لك والله تدريب البيكزل في 7 مستشفيات، حلو، 3 مستشفيات في إمدارو ما في البيكزل، فهو مفروض لو داير يركز هنا يركز في 3 مستشفيات اللي فيها مشكلة في الإمداروز، مش في المستشفيات اللي ما فيها مشكلة. أديك أمثال أخرى كثيرة جدا عندنا. نحن في الإنفكشن كنترول بنعمل حاجة اسمها ريسك أسسمنت. أنا ما أعرف الناس نسوها ولا قاعدة. الريسك أسسمنت ده بوريك من برون مشكلتك الأولى شنو، مشكلتك الثانية شنو. إذا معناه الهدف بتاع خطتك مفروض يكون آر نمبر ون، أول مشكلة كبيرة أنت مواجهها. فاهم علي؟ ستركشر كبير. تمام؟ في سؤال ثاني؟ طيب نجران محمد ما عرف يقدر يشاركنا؟ خالد فيه؟ ولا خالد كارلو الصلاة؟ خالد موجود. دكتور خالد؟ أيوة موجود، بس إيش السؤال؟ أي دكتور محمد مو موجود معانا اليوم؟ لا موجود هو، بس بمكان ثاني شوي، عنده كان إصابة من وقت قريب وهو بحالة نقاهة الآن. أوكي ما ينتشر إن شاء الله. دكتور عندنا الآن الهدف المؤشر الثاني، نسبة الدورات التدريبية على برنامج التفشيات الوبائية، هذا أحد الزملاء وضعه كمؤشر، وش رأيك فيه؟ هل هو مؤشر فعلا أو لا؟ نسبة الدورات؟ أيوة مكتوبة بالشاشة، نسبة الدورات التدريبية على برنامج التفشيات الوبائية، كان الهدف اللي هو تقليل التفشيات الوبائية بنسبة من إلى في خلال عام 2020، فوضعوا له هذا المؤشر، نسبة الدورات التدريبية على برنامج التفشيات الوبائية، هل ترى أن هذا فعلا مؤشر؟ نسبة الدورات التدريبية على برنامج التفشيات، طبعا عبارة غير واضحة، يعني أنا ممكن أحولها إلى مؤشر إذا أضفت عليها بعض الإجراءات الأخرى يعني، لكنها كذا كرقم نسبة الدورات التدريبية على برنامج التفشيات يعني صراحة غير واضحة إلي كمؤشر يعني. إذا كان عندي بس لايك دكتور خالد، أيوة؟ كان الهدف بتاعه قال والله هدفي تنفيذ 10 دورات تدريبية متقدمة على برنامج التفشيات الوبائية. تمام. الآن بصير هذا يعتبر مؤشر. طيب كيف؟ لا هو هدفه قال داري حقق 10 دورات تدريبية متقدمة. ده هدفه. وجيت أنت لقيته نفذ 3. المؤشر كيف يكون ويضعه؟ كيف وضع المؤشر كيف؟ طبعاً حيكون في حيكون الرقم العلوي هو 3. تمام، المنفذة هو 3 واللي كان مفترض ينفذها 10، فنسبة المؤشر حتطلع معه 30% من الهدف اللي كان حاطه يعني. يا سلام، ده طريقة المؤشر. طيب عسير، منطقة عسير، الله يعطيك العافية دكتور. شكرا دكتور خالد، شكرا لك. تسلم. عسير، منطقة عسير، أيوة معك دكتورة. أيوة تفضل. نسبة الدورات التدريبية على برنامج التفشيات الوبائية. لا معدل انخفاض عدوى كلابسي لما تكلمنا فيها يا يوسف. معدل انخفاض عدوى كلابسي خلال عام 2022. أيوة. هذا وضع كمؤشر. أنت ترى مناسب إنك إن هذا يمثل مؤشر أو لا؟ نعم أيوة. يمثل مؤشر. حدث. ما حيبقى مؤشر لانه هدف غير واضح فيه. اقدر اعمل منه. ايوه الزول ده المؤشر بتاعه كان 5 حالة لكل 1000 يوم قسطره، كويس، يعني المؤشر بتاعه 5، قال والله داير انزله الى 2.5، كويس، داير يصل الى 2.5، من 5 عايز يصل 2.5، جينا اخر السنه لقيناه لسه في 5 بتاعته، معناته ما كانت في متابعة لها من أول. أي عارفين، لكن دارين المؤشر، نقول كم المؤشر بتاعه كم؟ هو مفروض من 5 يصل 2.5 في المستشفى، فجينا آخر السنة لقيناها 5 نفسها،
لم يحدث أي تقدم. نقول المؤشر بتاعه كم؟ البسط طبعا. كم والمغام شنو؟ البسط 5 على 5. هذا جاب 100%. لا 0 على 5. 0 على 2.5. الهدف كان هو 2.5 صح؟ الهدف أيوة. يصل 2.5. فده المغام بتاعنا 2.5. وهو مفروض من 5 يصل 2.5، لكن من 5 ما تحرك لل 2.5، واقف في مكانه يعني ما تحرك صفر. فالصفر على 2.5% بيديني 0%. 0%. اسهل من كده نعمل شنو؟ اسهل من المؤشر ده. هل في طريقه ثانيه احلى للمؤشر؟ نجيب المؤشر بطريقه افضل من النسبه دي ذاته. في شنو؟ لاي هدف؟ للكلابس ده نفسه. اول ممكن الكلابس لما دارين هدف دارين مؤشر للكلابس نفسه يا يوسف. كان 5 في يوم 1/1 يجينا 31/12 لقينا 5. لو رسمنا خط ما بوضح لي الزول ده انجز ولا ما انجز صح؟ صحيح ما انجز اي شيء. احسن بالخط، احسن نعمل الخط نقول والله بدا 5 مفروض يصل 2.5 لكن استيل في 5 معناه خط مستقيم، معناه ما نزل، ما نزل الكلابسي وما عمل حاجه. ده مرات عرض المؤشر افضل من 0%. صح؟ صحيح صح. طيب في احد حاب يشاركنا ايضا في المؤشرات؟ هذه احداث امامنا. في احد حاب يشاركنا في واحد منهم ويقولنا مؤشر هو يراه ونناقش معه؟ هل المؤشرات كلها واضحه بالنسبه لكم؟ ما في احد عنده يعني استفسار عليها؟ انا عندي استفسار. انا عندي هدف، مثل الهدف الاول تقليل معدل الوفيات. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي. في عندي تقليل معدل الوفيات الناتجة من التفشيات الوبائية في المنشآت الصحية بنسبة 5% خلال عام 2022. طيب أنا ما أعرف هي أصلاً أساساً كم عندي نسبة الوفيات عشان أنا أقللها ل 5%. كانت 25%. طيب قولي دايرين نقص من 25 إلى 20%. ها من 25 إلى 20%. طيب أي كذا هنا واضح عندي المؤشر. الهدف عندي واضح. الهدف عندي واضح. إذا أنا مثلا حققت 25 من 25 إلى 20%. دار 20 دار أقلل. لا من 25 إلى 20 يعني أنت بتقللين 5%. هذا الهدف. أيوة أوكي الآن. أي هذا تفضلي تعطينا المؤشر عليها. اللي عندي هو الهدف اللي عندي 20. طيب. لازم أني أقلل 20 فيكون هو المقام. يا سلام ممتاز، اللي هو يكون 20%. نقول عدد المستشفيات التي نسبة الإماتة فيها 20%. جميل. البسط شنو؟ هذه البسط اللي هي أنا أنجزتها كم طلعت خلال العام هذا. يعني أنا مثلاً أبغى إذا أني أنجزتها 5%، إذا أنا أنجزتها كلها 20% ونزلتها إلى 5% من 25 إلى 20% أنا حققتها 100%. صحيح. دي طريقة واحدة، دي طريقة واحدة. وفي طريقة الأسهل منها إنه عدد المستشفيات في المنطقة 20 مستشفى. عدد الأخطة البسطة الدورة دي الهدف عدد المستشفيات التي حققت 20% على عدد مستشفيات المنطقة. جميل؟ يعني أجيب مستشفيات أيوه. المنطقة دي كلها وأشوف الجاب 20% منهم كم. هنا كذا أنا أشوف أن اللي حققت النسبة كم. أيوه. في مشاركة ثانية؟ أو في أي سؤال؟ إذا ما عندكم أسئلة أنا عندي سؤال ترى. أنا عندي سؤال أحب أنكم تجاوبوني أنتم عليه. الآن أنا عندي هدف تقليل معدل الوفيات، هل يكفي إني أضع مؤشر أو هل أقدر أضع عليه أكثر من مؤشر؟ وش رأيكم؟ أكثر من مؤشر. أكثر من مؤشر أقدر. ممكن يكون مؤشرات للاستراكشر، مؤشرات للبروسيس، مؤشرات للأوتكم في نفس الهدف الواحد. ممتاز صحيح. أنا ممكن أحط عليها أكثر من مؤشر وهذا بيخدمني أكثر. أنا إذا وضعت مؤشرات واضحة تقدر تساعدني على عملية القياس. ممتاز.
طيب دكتور انت عندك في اي سؤال؟ انا والله شاكر لكم المبادرات والعمل اللي عملتوه معنا اليوم في الورشوب واللي قبله اللي كتبته اللي بدون على اجتهادكم، بس عندي توصيه لكم انه لازم تقروا في المجال ده كثير، التخطيط وكيفيه وضع الخطط وكيفيه وضع المؤشرات، لانه فيها علم كثير وعلم مهم جدا وفي غايه الاهميه. بس دكتور في كان سؤال فقع محمد سأله من اول ما عرفت إذا كان تم الإجابة عليه، يعني هو سأل سؤال منطقي، أنا متى أضع النسبة اللي أنا أشوف أنها فعلاً، يعني أنا مثلاً خلال السنة عشان تكون واقعية وقابلة، مثلاً هل أقدر أقول أقلل من 90 إلى 10؟ هل كيف أختار النسبة هذه اللي فعلاً بتساعدني بتكون واقعية، يعني واقعية لي؟ ثلاثة حاجة وقد تكون أكثر. الحاجة الأولى، نحن الآن في 2022، فالنسبة التحرك من 2021 دي مهمة، يعني إذا كان النسبة في 2021 40 وجيت لقيتها في 2022 50، إذا نسبة التحرك الداتا في العام السابق هي 10%، إذا معناها أنا لو دار أضع هدف طموح تكون أكثر من 10، أقول 20%، لكن ما يكون 30، ما يكون 40، ما يكون 50، ده واحد من الداتا السابقة، ده نمرة واحد. النمرة الثانية، نوعية الموضوع الذي يحتاج التحرك، يعني مثلا تقليل إصابات الكوفيد فرق من تقليل إصابات الإمدارو. الكوفيد اللي هو فيروسي وده بكتيري، ده بيجي في 7 يوم وده ياخد مدة طويلة كرونيك ويقعد جوا المستشفيات، ده ما عنده تريتمنت، ده عنده تريتمنت. النوعية اللي أنا عايز أعمل لها داتا بتأثر كويس، يعني المريض اللي بيرقد 10 أيام في الآي سي يو فرق من المريض اللي ما بيرقد في الآي سي يو، فدي ذاتها بتحدد لك أنت إلى أي مدى تقدر تضع اللي بيسموه البروجكشن، فيوتشر بروجكشن. وات إز فيوتشر بروجكشن؟ هو التصور المستقبلي، إلى أي مدى أنت تتصور المستقبلي. دي الثانية. الثالثة والأهم، الريسورسز اللي هي فيها حاجتين مهمات في الريسورسز، الناس اللي هيحققوا هذا الهدف والزمن المتاح لهم، وضيف لذلك الامكانيات المتاحه لهؤلاء الناس. يعني مثلا هذا الهدف تقليل المورتاليتي، مثلا تقليل الوفيات، تقليل معدل الوفيات، اذا لقينا 70 شخص في مستشفى مجهز عندهم زمن قال لهم قللوا الوفيات دي، المستشفى الوفيات بتاعتها 3 في السنه، قال لهم السنة الجاية دارينها تكون 1، داري بصور نفس الناس دين في نفس المستشفى قلنا لهم الوفيات 7000 دارينكم تقللوها لواحد، it's very hard، بس ما حيقدروا ينقصوا 7000 إلى 1. إذن معناها الفاكتورز باختصار الداتا السابقة والتجارب السابقة، نوع الموضوع المحتاجين نعمل له رؤية مستقبلية، الموارد المتوفرة لتحقيق الرؤية المستقبلية، واهمها الهيومن ريسورس والفاسيلتيز الموجوده والتايم الافيلبل لتحقيق هذا تحقيق هذا الهدف. ودي اهم نقطه، لانه هو فكره، الهدف يا جماعه عباره عن فكره مدروسه، يعني ما احلام، في فريق، وده هنا الفرق بين الاستراتيجيه والخطه التشغيليه. واحد قبل سالني عن الفرق بين الهدف الاستراتيجي والهدف التشغيلي، ايوه الهدف الاستراتيجي هنا بينظر بدون محددات، بعد ذلك بيجي بيعمل في الاستراتيجية المحددات. التشغيلي لا، بضع المحددات من البداية كويس، بعد ذلك بيشوف كيف انه يقدر يسرع السنة الجاية، على يكبر الهدف للسنة الجاية. يعني مثلا نزل القاعد التشغيلي بيقول والله يزيد السنة دي 10% واشوف الجو ماشي معي كيف، فإذا لك عمل 20 في السنة دي، لا الدرجة الجاية بعمل 40 طوارئ، إذا أنا في السنة قدرت عملت 20. فإذا التشغيلي يبدأ من التضييق إلى الاتساع، أما الاستراتيجي بيبدأ من الاتساع إلى التضييق، يقول الله هدفي هذول 3 بعد 4 سنة كويس، فبيجي الخطة التشغيلية بتحاول تحقق له الثلاثة والأربعة. ده فريق مهم جدا عند الناس التخطيطيين لما يضعوا الاستراتيجيات والخطط التشغيلية. بتفتحوا أسئلة والله يا جماعة، يعني محتاجة كثير من النقاش، ودي يا جماعة برضو فيها ديالوج كثير. في ناس بتاعت الخطة التشغيلية الطموحة، يعني بيصل لآخر الليمت، وفي ناس لا بيبدو من أول الليمت. يعني إذا عندك رينج من 10 إلى 20 السنة الجاية،
في ناس بيقولوا نصر الأعلى 20 صح متفقين ما في 30 لكن نصر 29 لا البتاع ده بيقول لك لا نجيب على 21 ما في داعي ل 29 فهي مدارس في التخطيط كل ما كانت الداتا كثيرة كل ما كانت الدسكشن كثيرة عشان كده قلت لكم الهدف نحن قاعدين نضع الواحد الكمبيوتر كده وعندكم بقى قهوة ويقول تخفيض 30 ل 14 يا حبيبي في ناس بيسألوك ليه ما 13 قلت من 20 ل 14 ليه ما 13 لو قلت والله يعني عمليه تقديريه كده والله حيقوم يخلوك ساكت انت بتعرف تضع هدف اصلا فالرقم لازم يكون مبني على دراسات مبني على تجارب عندك رؤيه ان الريسورسز بتكفيك لو قال لك ما تعمل 10 اقول له والله يا اخي انا لو عندي فرد واحد ما حقدر اجيبه فده ما حيحصلني ال 10 فحجيب عند ال 14 فدي نقطه مهمه يا جماعه ركزوا على الاهداف مش في الإدارات والله في شخص لذات لو جيت ركزت على الأهداف تجد إنه نحن محتاجين وقت كثير ورؤية لأهدافنا الشخصية نفسها يعني عشان كده الآن بدوا الناس يتكلموا مش عن الخطة التشغيلية بيتكلموا عن الأهداف الاستراتيجية الشخصية دي مدارس وده تدريب ودي كورسات كويس هدف شخصي استراتيجي فما بالك بالمؤسسات والمنظمات وكده كثير من النت الكلام ده قلته قبل شوية كثير من الأهداف الموجودة أي كلام فما تعود نفسك تقرا اي هدف باعتبار انه ده هدف مسلم خد عندك حاسية الانتقاد ولا ما شاء الله انت عندك المهاره هذه هل الهدف ده بحقق المواصفات ولا بحقق المواصفات هل هو هدف ولا نشاط هل هو موضوع بنسبه صحيحه ولا بنسبه مبالغ فيها هل هو واقعي هل هو حقيقي كل ما تنتقد في النت في الخطط اللي قدامك في الورق كل ما تديها عمق وكل ما تكتب انت نفسك وتصلح روحك حتصل مرحله من المراحل انك تقبل فيري ايز جدا تضع الاهداف وكيف تقيسها وكيف تعمل لها ميجرمنت وكذا شكرا يا جماعه الله يعطيك العافيه ما كفاكم يا كفا يا جماعه لا الله والله شكرا جزيلا لك دكتور الفتاح وبشكر جميعا بشكركم جميعا على مشاركتكم المتميزه منطقه المدينه المنوره محمد شاهي شكرا لك طفله من القصيم دكتور خالد من نجران يوسف من عسير سناء من قريات جميعا من حفر الباطن شكرا لكم جميعا على مشاركتكم وان شاء الله باذن الله اذا كان عندنا ان شاء الله على الورش العمل الجايه او المحاضرات الجايه بنعلن لكم وبنرسل لكم مثل ما تعودنا شكرا فضل الجميع شكرا لكم الله يعطيكم العافيه ورشه العمل شكرا لكم شكرا لكم